والله أنا جاي من جدة، جزاكم الله خير في هذه الخدمات وهذه المباشرة والفطور. والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يوفقكم ويجعل في موازين حسناتكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي رانيا صادق من مصر. حضرت خدمة إفطار صائم هنا في المسجد النبوي، وبصراحة هي خدمة ممتازة جدا. عملية التنظيم للإفطار وفرش السفر قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا، عملية منظمة جدا وبتتم بكل دقة ويعني ممتازة. فطرنا السفر برضو بتتلم بسرعة وبنقضي الصلاة. موضوع إفطار صائم هنا في المسجد النبوي يعني حاجة كده فيها ألفة وتعاون ورحمة، يعني كانت من الحاجات اللي سابت عندي انطباع ممتاز جدا 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 في زيارتي للمسجد النبوي. ربنا يكتبها لنا إن شاء الله ونحضرها في رمضان بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رنا نجم الدين من الأردن. والوجبات كانوا نزلونا إياها قبل الإفطار بربع ساعة، كانوا يوزعونا بشكل مرتب، النساء يحطونا الموائد بشكل مرتب، حرصوا أنه كل واحدة فينا تأخذ وجبتها. للأمانة ما في طفل صغير ما أخذ وجبته، هذا الشيء أنا كتير أثر فيني الحمد لله. قبل يعني الصلاة كمان يشيلوهم بسرعة، كانت يعني تجربة منظمة والله يجزيهم كل خير عنا بصراحة. حتى نحن لما رحنا على بلدنا نقلنا هذا الإشي لكل الناس الموجودين هناك. الله يجزي المملكة العربية السعودية يا رب عنا كل خير. أحضر الإفطارات أغلبها، ولاحظت ما شاء الله نفس موظفات حق فرش السوق وليهم نظام معين ما شاء الله، وسريعين في التوزيع وسريعين بعد يعني ما يأدين يشيلوا بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مرح نجم الدين من الأردن، وحضرت الإفطار هون كان جدا رائع، في تنظيم كتير كبير، تنظيم خاصة بمكان النساء. كان في يعني الإفطار لما بمدوا على الأرض كان كتير نظيف ومنظم، الوجبات توزعت بتنظيم من دون أي تدافع، من دون أي يعني كانت كتير كتير جيدة الحمد لله.